أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن ما يتجاوز 218 ألف لاجئ عبروا البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا في الشهر الماضي. وقال متحدث باسم المفوضية إن شهر أكتوبر تشرين الأول سجل رقما قياسيا للواصلين بشهر واحد في عدد يتجاوز بقليل ما سجله على مدى العام 2014. كما توقعت المفوضية أن يصل 700 ألف لاجئ إلى أوروبا هذا العام عبر سلوك طريق المتوسط المحفوفة بالخطر.